إننا لنرجو أن يهيئ الله قائداً ربانياً من أجل أن يقيم الجهاد. فجهاد يهود يحتاج إلى قيادة عظيمة مخلصة تريد عز الإسلام ونصرة التوحيد. وجهاد يهود يحتاج إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ويحتاج إلى رجال التوحيد الذي لا يعلق تميمة ولا حرزة، ولا يدعو السيدة زينب ولا البدوي، ولا يقول أغوثا للجيلاني أو الجعفر. يريد رسالة شربوا عقيدة التوحيد وسارت في دمائهم الرجل منهم أمة بأسرها. إن إبراهيم كان أمة. ربوا أنفسكم على الجهاد فإنه قادم. نسأل الله جل في علاه أن لا يتوفانا إلا مقاتلين على أسوار القدس، إنه ولي ذلك والقادر عليه.